دبابات مهترئة، مدافع صدئة، معدات أكل منها الزمن والحرب العالمية أخذت منها حصتها، صنعت في الأربعينيات لكن دورها حان الآن. روسيا تستعين بدباباتها القديمة التي تعود لحقبة ستالين في مشهد يجعل المراقبين في تساؤل عما يخطر في بال روسيا، فهي تعتبر قبور متحركة ولن تصمد ثوان أمام المعدات الحديثة التي تصل إلى كييف. تعاني روسيا من نقص في الأسلحة والذخيرة في الوقت الذي تعتمد فيه أوكرانيا على الإمدادات الغربية، لكن في الصور التي تم نشرها مؤخراً فأن روسيا تستعين بدبابات من طراز T-55 وT-54 من حقبة الأربعينيات التي لن تحصل على فرصة أمام الدبابات القتالية المتطورة مثل ليوبارد 2 وأبرامز الأمريكية. أنتجت روسيا عشرات الآلاف من هذه الدبابات بعد الحرب العالمية الثانية، ويبدو أن موسكو قد لجأت إليها بعد نقص في المخزون لديها، ولكن إرسال دبابات قديمة الطراز إلى أوكرانيا يبدو كنوع من الانتحار في ظل التقدم في المعدات العسكرية الحالية والمعدات التي حصلت عليها أوكرانيا. فهل تصبح هذه الدبابات المهترئة أمل الأوكرانيين في حماية أراضيهم من الغزو الروسي؟